بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. صحيح الترغيب والترهيب للعالم الحافظ المنذري من تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمهم الله. نعم. كتاب الحدود وغيرها. نعم. وعن خزيمة بن ثابت قال: هذا خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين، وله في ذلك قصة أن النبي اشترى بعيرا من أعرابي وقال له: أوفيك الثمن إذا وصلنا المدينة. وهذا فيه من الفوائد الفقهية باب تأجيل الثمن وتعجيله، ينظر في فروعه وفي مظانه. فلما وصل المدينة وهم في الطريق، فإذا بعض الصحابة يسألونه أن يشتروا الجمل منه، ولم يعلموا أن النبي قد اشتراه صلى الله عليه وسلم، فباعه لهم لما أعطوه ثمنا أعلى مما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لو علموا ما فعلوا، لأنهم يعرفون أنه لا يجوز لرجل أن يبيع فوق بيعة أخيه، وليس له أن يخطب فوق خطبة أخيه. فإذا سمعنا أن فلانة قد خطبها فلان، يكره لك أن تذهب وتقول: كم أعطاكم؟ أنا أزيدكم وأخذها. نعم. ولا يصح أننا لو سمعنا أن زيدا اشترى عقارا أو دارا أو دابة، ثم يأتي عمرو من الناس ويقول: بكم أعطاكم؟ أنا أزيدكم وأخذها. هذا يكره، لأنه يورث الضغينة بين المسلمين، ونزل هذا الدين بالأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. فلما وصل إلى المدينة، فإذا بالأعرابي يجحد النبي صلى الله عليه وسلم في بيع البعير. ألم أكن عليه الصلاة والسلام قد بعت منه؟ قال: لا. وأين الشهود؟ وقد كان النبي باعه منه ولم يشهد عليه أحدا. وهذا فيه جواز الإنسان أن يحدث منه ذلك أحيانا إذا اضطر إلى أن يبيع في طريق وليس فيه ثمة شهود، ولكن يبقى ما كان بينهم من البيع، والله خير الشاهدين، ويكون بذلك البيع قد أنفذ. ما دام حصل التراضي والتفرق، فالبيع قد وقع وإن تأخر وجود الشهود. فإذا بهذا الرجل يقول له: ما بعتك؟ والنبي يرون الصحابة هذا الحوار بينه وبين الأعرابي فيسألون، فالنبي يوضح لهم ما حدث، فيقولون: نعم، احنا ما رأينا ولا شهدنا. لكن انظر إلى هذا الصحابي الجليل، يعني ولذلك يقولون سبحان الله، يعني العبقرية أحيانا تنفع صاحبها فرصة، الآن لا يريد أن يضيعها. فقال: أتشهد يا خزيمة؟ قال: نعم أشهد. قال: تشهد على ماذا؟ قال: أشهد اللي تقول لي عليه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أننا اشتريت. قال: نعم أشهد أنك اشتريت الجمل من هالأعرابي، لأن النبي صادق، حتى يقول ابن مسعود: أخبرني الصادق المصدوق. النبي هذا ما يكذب أبدا عليه الصلاة والسلام. في أيام الجاهلية كانوا ينعتونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: وكيف تشهد في أمر أنت لم تحضره؟ قال: يا رسول الله، إني أصدقك في خبر السماء، أفلا أصدقك في البيع والشراء؟ أنا في خبر السماء أصدقك، إيش يعني بعير مو بعير أنا؟ الله أصدق في البيع. قال: فجعل شهادته بشهادة رجلين. لماذا؟ لأن البيع ينعقد بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتان. فجعل، فمرت الأيام، ولكي تصدق نبوءة العدنان عليه الصلاة والسلام، فيجمع عثمان القرآن ويجعل له من أساطين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كزيد الفرضي، ويقول: لو أنهم أمروني بأن أزحزح جبلا كان أخف علي من جمع القرآن. فكان لا يأخذ الآية إلا بشهادة رجلين. فبقي قوله عز وجل في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلم يجدوها إلا مع خزيمة. شوف، ما لقوها إلا مع خزيمة. 120,000 صحابة، كم كان منهم متكاثرين في المدينة في ذلك الزمان في جمع القرآن، ما لقوها إلا عند خزيمة. فكتبوها بدون شاهد ثاني، لأن النبي قد أنفذ شهادته بشهادة رجلين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات،
لا تأتوا النساء في أدبارهن. وهنا النهي نهي تحريم كما قال بذلك جمهور أهل العلم، ولا يصح ما نسب إلى الإمام مالك أنه يرى بجواز ذلك، فهذا افتراء عليه كما قال السادة المالكية رحمة الله على الجميع. نعم. وعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاشي النساء. يعني وهنا كما قلنا هنا أخذ بهذا اللقب، أخذ من الحشوش، والحشوش هي أماكن إلقاء القذر، أماكن إلقاء القذر، والنهي هنا للتحريم، والنهي هنا للتحريم، وفيه دلالة أن إتيان النساء في الأدبار حرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق. نعم. لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن. نعم، يعني في أدبارهن، محاشي وحشوش بمعنى، وهو أماكن الأدبار، وكني بذلك إنما كان خروج القذر، ويقال الحشوش هي أماكن القذر. نعم. وعن عقبة ابن عامر الجهني، عقبة ابن عامر الجهني، نعم، رضي الله عنه قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. ولذلك اللعن هنا هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهنا على باب الخبر، وهنا كما حررنا سابقا ونقله الطحاوي في الطحاوية، هذا من الضوابط السبعة التي يضبط بها كبائر الذنوب ما صدر باللعن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عبد الرحمن بن الصخر الدوسي الزهراني أسلم في خيبر سنة 7 رضي الله عنه وأرضاه، روى عن النبي 5374 حديثا. نعم. دعا له النبي بالحفظ وما كان يكتب سوداء في بيضاء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. يعني في أدبارهن، وهذا ليس كفرا خروجا من الملة، ولكن دلالة على عظم في هذا الفعل، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وكفر بنعمة الله عز وجل الذي جعله الموطن النظيف الذي يأتي به النساء، ثم هو بعد ذلك عياذا بالله يأتي في هذا الموطن من الحشوش ومن مواطن القذر. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: والكفر كفران، كفر ملة وكفر نعمة، وهذا من باب كفر النعمة، ومثاله: إني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن. فقالت المرأة: أنكفر بالله؟ لأن إذا أطلقت الكلمة ذهبت لمعناها الحقيقي، وهذا أكبر دليل على عدم وجود المجاز في القرآن والسنة إلا بقرينة قوية. لما يأتيك الله عز وجل في القرآن ويقول لك: إن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فأبوه هو أبوه وليس هو عمه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا ويخاطب عربا أقحاح يعرفون أن كلمة أب معناها أب وليس معناها العم، إلا إذا وجدت القرينة القوية التي تدل على ذلك، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في العباس وأراد عمر أن يأسره، قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنوى أبيه؟ هذه قرينة موجودة هنا، لكن هنا في كل القرآن ما في قرينة تصرف إن آزر أن يكون عمه وألا يكون أباه، وقد صرح القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وهذه كما بيّن شيخ الإسلام بن تيمية في مذكرة في أصول التفسير، وكنا شرحنا هذا قديما هذا الكتاب، أن كل لفظة في القرآن هي على حقيقتها حتى يدل الدليل بخلاف ذلك. فلما قال تكفرنا، قالت المرأة: أنكفر بالله؟ قال: لا تكفرن العشير،
ثم فصل بعد إجمال وبين ذلك كيف يكون: لو أحسن إليكن الدهر كلهم ثم رأيتن منه شيئا قالت إحداكن: والله ما رأيت منك خيرا خيرا قط. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. جامع امرأته في دبرها، وهذا فيه إثبات النظر لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. وأيضا من فوائد ذلك لما صدر هذا الحديث بهذه اللفظة، فدل أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. ولذلك قال ربنا عز وجل: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالله عز وجل حينما يأتي هذا الحديث بهذه اللفظة دلالة أن الفعل كبير من كبائر الذنوب، وأيضا دلالة أن إتيان النساء في أدبارها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل هذه أدلة قوية جدا تدحض من يقول بأن المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف. فبعد كل هذه الأحاديث أين الخلاف؟ إنما هم اصطنعوا هذه الأمور أن المسألة فيه خلاف، وقال به مالك، وقلنا لم يقل بها مالك، وما كان لمالك كتاب يسمى بكتاب السر. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. لا إله إلا الله. وهذا خرج هنا على وجه الخبر، لكن هل لو أن، وهذه قاعدة في الأحاديث التي صدرت باللعن أو بالغضب، هل نأتي الإنسان يفعل ذلك ونقول له أنت ملعون؟ لا، لا يقال ذلك، لا يلعن المعين، لكن نقول إن الله لعن من يأتي النساء في أدبارهن. ولذلك يقول السفارين رحمه الله: واحذر غيبة ونميمة ولعن مقيد أو لعن معين. لا يلعن المعين وإن كان كافرا ما دام حيا، وإن كان كافرا. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولا يلعن المعين ما دام حيا وإن كان كافرا، لأنك لا تدري أيسلم غدا أم لا. وضحت هذه الأمور. وقال: إن الدين ليس بالعاطف، إنما الدين بالنقل والسمع. الأمور الشرعية ما تأتي بالعواطف. ولذلك قبل أسبوعين أسلم في هولندا أعتى برلماني يميني متطرف يكره الإسلام. أسلم قبل أسبوعين، عمره كم؟ 40 سنة، بضعا وأربعون سنة. وقبل ذلك تذكرون الذي خرج وعمل فيلم اسمه فتنة، وشبب فيه وأساء فيه لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فيلم هولندي اسمه فاندور، في ربع ساعة. وخرج الناس يلعنونه ويسبونه ويذمونه، ويعني أنزلوا به كل أنواع اللعنات. فإذا به يسلم ويعلنها لا إله إلا الله، ويأتي إلى هنا ويعتمر ويزور المسجد الحرام ويزور المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويسلم على الشيخ الحذيف وعلى المشايخ الكرام وفقهم الله لكل خير، ويقول: كما كنت أحارب الإسلام فإني سأدافع عن هذا الدين. ولذلك يا أخي الحبيب، الجنة ومفاتيحها والنار وخزناتها وزبانيتها لا بيدي ولا بيدك، الله يرضى عليك. الله رحيم، الله غفور تبارك وتعالى. نعم، أنا أبغض المعصية وأبغض صاحبها، لكن ما ألعنه ما دام حيا، فإن مات يلعن ولا كرامة. وضحت هذه الأمور. وأدعو أيضا له بأن يهديه الله، لكن ما أستغفر له ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. فرق بين أن تقول اللهم اغفر له وتقول اللهم اهده. والنبي كان يدعو بالهداية لكل هذول الكفار، ما في مانع أن تفعل ذلك. فالدين بالنواحي يؤخذ بالأمور إيش؟ بالأمور الشرعية، وليس بالعواطف والأمور العقلية. فهنا ملعون، هذا وجه الخبر، مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، دلالة تؤكد أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وإلا لا يلعن إلا من فعل ماذا؟ من فعل الكبيرة. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه إجمال وفيه تفصيل، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عموما، خصصه بعض الأحاديث. هنا قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. قلنا بالنسبة للأولى والثانية هذا كفر إيش؟
كفر نعمة إلا أن يقر أن هذا الفعل حلال. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هنا الاعتزال بمعنى إيش؟ النهي عن إتيانهن. فإن قال لا يأتيهن وفعله حلال يدخل هنا الكفر كفر ملة وليس كفر إيش؟ وليس كفر نعمة، لأنه هو قد أحل ما حرمه الله عز وجل وأباح ما حضره الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للثالثة فقد هذا العموم، فقد خصصه حديث عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر ملة إجماعا، كفر ملة إجماعا. وهذا من فوائده أن الأحاديث العامة تخصصها الأحاديث إيش؟ الخاصة. وأن من فوائده أن يأتي أحيانا ألفاظ في الحديث فيها عموم وفيها خصوص، فنأخذ العام على عمومه ونخصص الخاص بأحاديث الأخرى. وفوائد هذا أيضا أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ولا تعارض بينهم. وأفضل ما ألف في ذلك مشكل أحاديث الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، يجمع بين كل أحاديث ظاهرها التعارض فيؤلف بينها. ولذلك إذا عندك حديثان متعارضان ماذا تفعل؟ أول شيء أن تبحث عن وجوه التأليف بينهم. إذا جاءك حديثان متعارضان أول شيء تبحث عن أن تؤلف بينهما. كيف طرق التأليف بينهما؟ كما مر معنا، إما في عموم أو في خصوص أو في ناسخ ومنسوخ، يعني في حديث سبق الآخر، وهذه تعرف بالتواريخ وهي قليلة في السنة لكن لها مظانها. لما يقول جرير بن عبد الله البجلي ونزلت عنده آية إيش؟ آية التيمم، إذا قمتم إلى الصلاة قال: وهل أسلمت إلا قبل موت النبي 40 يوما. إذن يبقون هذا ناسخ لما إيش؟ لما قبله. لما نقول كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث جابر. لما نقول لما فتحت خيبر حرم النبي الحمر الإيش؟ الأهلية. فهذه لما فتحت خيبر عرفنا الكلام ده كان سنة إيش؟ 7. حرم النبي زواج المتعة، الكلام ده كان قديما مولود لكن سنة وهكذا. يبقى المسألة الثانية جزاك الله خير في أوجه التعارض، أول شيء أنك أنت بعدين تأتي للترجيح، إذا لم تجد بابا للتأليف بينهما بعدين تأتي لإيش؟ تأتي لأن ترجح بينهما. الوجه الثالث السكوت، ما قدرت ألقى توفيق بينهم ولا ترجيح، فهنا يحدث إيش؟ يحدث أنك يسكت، يقول نسكت في المسألة لحد ما أبحثها وأجد فيها. نعم. وكتاب مشكل حديث الآثار ممتاز للإمام الطحاوي رحمه الله في هذا الباب، يدرب طالب العلم على كيف يولف بين الأحاديث التي هي ظاهرها التعارض. نعم. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأتوا النساء في أستهن أو في أيوة أستهن أيوة أو في استهن. نعم نعم. فإن الله لا يستحي من الحق. أيوة، أنت عندك السين والتاء في بعضها ألف أحسن الله عليك، ها روايتان تأتي في أستهن أو في استهن على الإفراد والجمع، والإست هو المؤخرة. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم، انتهى الباب. وجزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.